بل زدنا بند أساسي واقترحناه أن يكون في القانون الانتخابي القادم، كل من كان طرفاً، شخص طرفاً في المنادات بترشيح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة منذ فقد الأهلية القانونية يمنع عليه الحضور في الانتخابات الرئاسية القادمة، لأننا نعتقد بأن الرئيس القادم هو الرئيس الفعلي الذي يفتح ورشة كاملة لتعديل الدستور، لتعديل القوانين الجمهورية، للتوازن بين السلطات، لتعميق الديمقراطية والحرية. وأي شخص كان داعما للرئيس عبد العزيز بوتفليقة إذا كان في المرحلة القادمة هو إفساد للحالة السياسية، ولا يستجيب بأي حالة من الحالات لمطالب الحراك الشعبي المبارك الذي انطلق في 22 فبراير.